الخير ومساء الخير عليكم على حسب انتوا كنتوا بتشوفونا فيه. النهارده جبنا لكم فيديو جديد، هنعمل كشاف طوارئ من سبوت صغير زي ده اللي هو سبوت 3 واط بتاعنا. طبعا دوت معروف ان هو بيشتغل على 220 فولت، لكن النهارده هنشغله على بطاريه 9 فولت بس. هنشوف دلوقتي طريقته ونشوف دلوقتي هيشتغل ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى انكم تدعمونا بالاعجاب بالفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لو في سؤال او في استفسار ممكن تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، هتكون موجوده في الوصف تحت. ممكن تتواصل معانا من خلال التعليقات ونبدا الفيديو بتاعنا. كل اللي هنعمله يا شباب طبعا لازم يكون موجود عندنا علبه فارغه بالشكل ده. ديت علبه لمبه او اللمبه العاديه بتاعتنا، لان ديت هيركب جواها السبوت بتاعنا بالشكل ده وهيكون كويس. هتقدر تعمل منه كشاف طوارئ قوي جدا وهيشتغل معانا على البطاريه 9 فولت. طب اول حاجه هنعملها طبعا لازم نفتح مكان للمفتاح بتاعنا دوت، او المفتاح اللي هو هيشغل اون اوف، وعايزين نفتح مكان البطاريه ديت ان نعرف بعد كده نشحنها وتكون يعني سهله معانا في الشحن. وهيكون موجود معانا السبوت ده، هنفتح مكان زي ما قلنا بالشكل ده. هيكون هنا هيكون دوت البطاريه نفسها، او هيكون يعني البطاريه هنا عشان نعرف نخرج البطاريه نشحن منه، يعني ده المكان بتاعنا. هنفتح مكوه اللحام بتاعتنا بالشكل ده بحيث ان نقدر نخرج مكان البطاريه، وبعد كده نركب البطاريه بتاعتنا. بعد ما فتحنا مكان بالشكل ده كده البطارية، هنفتح مكان بحيث ان السلك يدخل منه، يعني هنجيب المكوة بتاعتنا وهنفتح بالشكل ده كده. ده كده مكان عشان نعمل السلك، وهنفتح مكان بحيث ان المفتاح بتاعنا ده يشغل ويفصل، يعني هنفتحه هنا بالشكل ده كده. وبعد كده هنكمل باقي الشغل بتاعنا، هنفتح المكان بتاعه بالشكل ده على قد مكان المفتاح بس، يعني طبعا اعرف مقاس المفتاح بتاعك وبعد كده هنعمله. طبعا المكوه دي بتعمل كده عشان ده بلاستيك، طبعا بناخد مقاس المفتاح، يعني احنا بعد ما بنفتح شويه بالشكل ده بنقيس المفتاح بتاعنا، بنشوف المقاس بتاعنا جاي مظبوط عليه ولا مثلا عايز يوسع شويه او عايز يضيق شويه. بنشوف المكان كده، احنا عايزين نوسع المكان ده شويه، هنوسع المكان بتاعنا ده كده شويه بس بحيث المفتاح بتاعنا يدخل مرتاح، او يعني يبقى مقاس المكان المفتاح بتاعنا يبقى كويس بالشكل ده كده. احنا الطول بتاعنا بقى كويس، عايزين نعرض شويه بس بحيث المكان يبقى كويس بالشكل ده كده. المكان بقى كويس، بندخل المفتاح بالشكل ده كده، المفتاح بتاعنا بيبقى دخل كويس، نقدر نفتح ونقفل براحتنا. المفتاح دوت ديفاتير او ثلاثه طرف، طبعا مش مهم عندنا هو اذا كان ثلاث طرف او مفتاحين، احنا هنوصل الكهرباء على هنا، هنوصل فردة المفتاح بتاعنا على هنا. بعد ما عملنا الفتحات دي بتاعتنا كلها كده، ده المفتاح بتاعنا وده كده مكان السلك بتاعنا اللي هو هيكون مكان الوصلة. بندخل السلك بتاعنا بالشكل ده من هنا، يعني كده ده بقى مكان السلك. السلك بتاعنا دخل بقى جوه اللمبة بتاعتنا او جوه المربع بتاعنا بالشكل ده. بندخل الوصلة بتاعتنا التانية دي او اللي هي عن مكان البطارية، بندخل كده البطارية. طبعا بنكون مخرجين البطارية شوية بالشكل ده كده، البطارية بتاعتنا بقت خارجة بحيث ان نقدر نشحنها براحتنا. والوصلة ديت بنحطها كده بالشكل ده بحيث لما نعوز نشحنها بنشيل الوصلة ونقدر نشحن البطارية عادي. بنركب في المفتاح بتاعنا السلك، فاحنا هنشيل الوصلة بتاعتنا كده الأول، وبنجيب الفردة اللي هي هتكون كهرباء بالشكل ده. يعني احنا كده شلنا البطاريه، هنخلع المفتاح بتاعنا ده كده من مكانه. طبعا المفتاح دوت بيكون فيه كلبسات، الكلبسات ديت بنزقها بالشكل ده نعرف نخرج المفتاح بتاعنا عادي تاني بالشكل. يعني المفتاح بقى لو باظ عندك مفيش مشكله. طبعا كده الوصله بتاعتنا، انت لو مش عايز تلحم السلك مفيش مشكله، بتدخل السلك في الفتحات اللي هي موجوده عندك بالشكل ده. لو مش عايز تلحم بقصدير مفيش مشكله، وبتلف السلك بتاعك كده بيتلف عادي. بتجيب اللي هي الدايره بتاعتك او السبوت بتاعك اللي هو بالشكل ده، بتقص الوصلة اللي هي بالشكل ده كده وبتقشر السلك. طبعا السلك بيكون جواه احمر واسود بحيث ان الاحمر بيكون موجب والاسود بيكون الارضي او السالب بالشكل ده كده. ونقشر السلك بتاعنا بحيث ان ديت هيكون فردة الارضي والتانية هتكون فردة الكهرباء. طبعا كده احنا هنقدر نشغل السبوت بتاعنا على اقل حاجة بالشكل ده كده، بتكون الوصلة بتاعتنا. طبعا بنقص او بنقشر الفردة بتاعتنا اللي هي زي ديت كده، بنقشرها. لا طبعا هي تقشر معاك بسهولة جدا يعني عادي. بعد ما بنقشرها بالشكل ده
بنجيب الوصلة بتاعت البطارية اللي هي السالب اللي هي زي ديت كده، وبنلفهم مع بعض. عايز تديهم قصدير مفيش مشكلة، عايز تديهم شريط لحام عادي هنجيب شريط اللحام، هنجيب شريط اللحام بالشكل ده كده وهنلفه كده، يبقى احنا لحمنا فردة الارض بتاعتنا بالشكل ده كده. بس طبعا احنا لازم المفتاح بتاعنا، لان المفتاح ده هيدخل من جوه بالشكل ده، فاحنا هنخلي الناحية ديت اللي هي هتكون من جوه. يعني بندخل بالشكل ده كده، وبعد كده بندخل الفردة بتاعتنا من جوه الفتحة بالشكل ده كده، وبعد كده بنلف الفتحة، بنلف السلك بتاعنا على السلك التاني من جوه بحيث ان هي يبقى معمول كويس. عايز تديله قصدير زي ما قلنا مفيش مشكلة، عايز تسيبه كده مفيش مشكلة. هنجيب اللي هي الوصلة بتاعتنا اللي زي ديت كده اللي هي بتاعت الاسبوت، وبنعملها بالولاعة بحيث ان المسافة تبقى صغيرة، وبنشيلها بالشكل ده. لو عايز تكبر المسافة شوية طبعا مفيش مشكلة، هيكون افضل كده. احنا شلناها او كبرنا المسافة بتاعتنا بحيث انها تبقى كويسة. هنلف السلك بتاعنا ده بالشكل ده. طبعا ديت لازم تكون كده في النص، احنا حطينا الفردة الكهرباء هي المفروض تبقى في النص، بس ما فيش مشكلة مش تفرق معاك. كده احنا هنشغل الاسبوت بتاعنا وهيشتغل عادي. ده كده الفردتين بتوعنا، ولازم تعمل السلك بتاعك كويس بحيث انها تمسكه. الافضل ديت ان، لكن ديت كتجارب احنا بنعملها وصلة عادية، لكن الافضل انك تعملها بمكوة لحام. كده احنا خلصنا اللي هو الاسبوت بتاعنا او الوصلة بتاعتنا بالشكل ده. هنجيب البطارية اللي هي ديت، وبنخرج البطارية من الناحية ديت كده، يعني المكان اللي هو مختص او خاص بالبطارية. بنخرج البطارية بتاعتنا كده، احنا خرجنا البطارية بتاعتنا. هندخل الاسبوت بتاعنا في الناحية ديت كده. طبعا انت لو عايز تثبتها هتجيب مسدس شمع بالشكل ده، هتجيب مسدس شمع ده بالشكل ده كده، وهتدي شمع بحيث انها تكون ماسكة كويس بالشكل ده كده، بحيث او من ناحية واحدة كفاية، يعني ما فيش مشكلة مش لازم تلف عليها كلها بالشكل ده كده. هندخل الاسبوت بتاعنا كده، الاسبوت بتاعنا هيمسك كويس بالشكل ده كده. احنا خلصنا، بنركب الوصلة بتاعتنا في البطارية بالشكل ده، بنشغل الاسبوت بتاعنا بالشكل ده كده، هيكون نور. بنشغل كده زي ما انتم شايفين كده، الاسبوت بتاعنا بقى شغال، وشغال بقوة 220 فولت بحيث ان اي حاجة قدامك واضحة بالشكل ده، والاضاءة بتاعته كافة طبعا انها تنور اكتر من حاجة. وبالشكل ده كده قدرنا نحول الاسبوت اللي هو اشتغل على 220 فولت، قدرنا نشغله على بطارية 9 فولت، وطبعا شغال بالقوة بتاعته اللي هي 220 فولت عادي. وده كان الفيديو بتاع النهارده، وده كان اخر فيديو في سنة 2022، وده كان الفيديو بتاع النهارده. هو الفيديو يكون عجبكم، عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا بالاعجاب الفيديو واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس لصلك كل جديد. طبعا شكرا ل 7400 متابع.